بحضور عدد من الخبراء والمختصين في قوانين الأحوال الشخصية، شهد حزب الوفد جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروعي قانوني تقدم بها النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر. عايز أقول إن مقترح حزب الوفد مقترح بذل فيه مجهود كويس جدا، احدث الابحاث القانونيه في مصر. شفنا محكمه النقض بتسير على اي النهج اللي بتسير عليه محكمه النقض، واشتغلنا في المقترح دوت باسلوب اللي هو الاسلوب اللي بتنتهجه محكمه النقض، وبنقيس على كده في ان احنا نعمل نص محكم، صياغه قانونيه سديده، بنشوف ايه المشكلات اللي في الواقع العملي الموجوده دلوقتي في المحاكم، وبنحاول ان احنا نتصدى لها في 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 جزئيات في نصوص قانونيه تفيد الناس، تفيد الجميع. بدات الناس تتجمع حول الاسم اللي هو تمرد ضد قانون الاسره، لانه اسم كان لازع ومميز، وكان سبب في ان هو قبل كده غير نظام. فطبعا القانون لانه في اضرار بالغه جدا 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 على الطفل وعلى الاسره وعلى المجتمع، فكانت الناس بتتجمع حوالين الاسم وحوالين الصفحه وحوالين الدكتور محمد كرئيس للحمله على اساس ان يتم تغيير القانون ده. استضافت الجلسه عددا من متضرري قوانين الاحوال الشخصيه الذين عبروا عن مدى معاناتهم وتضررهم من القوانين، مطالبين بعوده سن الحضانه مره اخرى الى 7 سنوات للطفل وتسع سنوات للطفله. جاي النهارده في من الناس المتضامنين عن قضيه الاسره في حزب الوفد عشان نناقش قانون الاستضافه. قانون الاستضافة، لأن الرؤية بتبقى عبارة عن 3 ساعات، والأم الحضنة ما بتجيبش الأطفال في مواعيد الرؤية، وكمان ترتيب سن الحضانة. ترتيب الحضانة بنطالب إن الحضانة تبقى بعد الأم مباشرة، ما تبقاش لأم الأم، لأن لما بتسقط الحضانة على الأم بتروح لأم الأم، فهي كده أكن ما حصلش أي حاجة في الموضوع دوت. بنناشد عايزين تغيير لقانون الأسرة، بيطالب بعد إسقاط الحضانة من الأم لأي سبب من أسباب، بدل ما تروح لأم الأم وبعد أم الأم أم الأب، وآخر مرحلة وآخر درجة هو الأب، فبنطالب بعد إسقاط الحضانة من الأم ترجع للأب، وبعد كده بنطالب بتغيير القانون بحيث اللي احنا عايزين الاستحابة. دلوقتي الأب بيناشد بيشوف ابنه 3 ساعات كل أسبوع، فحرام ما يرضيش ربنا. الأب ملتزم بنفقة أو كل حاجات بيدفعها وما بيشوفش ابنه، أقل حقوق اللي هو يربيه ما بيشوفوش على 3 ساعات، فكده حرام. جاي عشان أدافع عن حق حفيدي، إن حفيدي يبقى في حضني، وعشان أدافع عن حقي أنا كجدة إن أنا أخد حفيدي في حضني، وهو يبقى عارف إن في لي جدة وفي لي عمة وفي لي أب. القانون الحالي ده ظالم، ظالم للآباء وظالم للجدات ولأسرة الأب بوجه عام. يعني إيه إن أنا أشوف حفيدي نص ساعة أو ساعة في مركز الشباب؟ ويا ريتها بتتنفذ. تحريك المياه الراكدة استجابة لشكاوى المطلقين المتضررين من القانون الحالي المتهم بمعاملة الآباء كمتهمين محتملين، وجعل رؤية الأبناء حق مطلق في يد طرف دون آخر، هو ما تأمل جلسات الحوار المجتمعي في حله مراعاة لصالح الطفل.